صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في بلبنان وبكل انحاء العالم. نهار جديد اليوم الخميس ب 21 ايار 2015. ما بنعرف شو مخبي لنا هالنهار، ان شاء الله ما بيكون مخبى الا الاشياء الحلوه. دائما صوب اخر الاسبوع بنحس اكثر بتقل الشغل، بنحس بضغط، بنحس بتعب ان كان جسدي ان كان نفسي ببعض الاحيان، وبنشوف هيدا الشيء مع الكل اللي حوالينا مش بس نحن. ليش ما بعرف، بس إذا بنفكر فيها شوي يمكن ما عم نفكر إلا بأمور ثابتة. دايماً بنفكر بالشغل، بنفكر بالمسؤوليات، بنفكر كيف بدنا نكون منتجين أكتر وأكتر لحتى نقدر نكفي حاجات عيالنا. طبعاً بنفكر بعائلتنا الصغيرة، بنفكر بأولادنا، بأمنا، ببينا، بزوجنا، ولكن مننسى الأشخاص يلي منحبهم يلي ما عم نشوفهم. مننسى قرايبنا، مننسى الكازنز، مننسى خالي، عمي، تيتا. فبفتكر منشان هيك منحس يمكن ببعض الوحدة أو ببعض الكآبة. وبلبنان عنا حظ أنه نكون متواجدين كلنا حد بعض، وكلنا عنا هالمحبة والألفة العائلية. فليش ما منجرب ناخد هالخطوة اللي بسيطة كتير؟ ما عم نعمل ثيرابي، ما عم نروح عن طبيب، ما عم ناخد دواء، إنما بفتكر شغلة من هالنوع زيارة لشخص منحبه، وعم ننسى أنه نروح نشوفه، عم ننسى حتى أنه نحكي أو نبعث له مساج بكل بساطة. ممكن تغير لنا مزاجنا، وممكن تخلينا نحس بإيجابية، بمحبة أكتر، وبأنه في ناس بعدهم حدنا وبعدهم سانديننا. بدي إلا هاي لميمو اللي كان عم بحكي معها اليوم الصبح، عمتي، وعن جد بس حكيتها اليوم هيك عطيتني دفعة من النشاط، دفعة من الابتسامات والمحبة. بحبك كتير. صباح الخير ألبير. مورنينغ، كيفك اليوم؟ كثير منيح. كيف ميمو؟ ميمو بتجنن كمان، هي كانت تعبانه اليوم وهيك ضحكنا ودردشنا. اعطيتوا لبعضكم بوش 100%. مثل ما انت هون بنعطي بعض كمان بوش خلال النهار. حلقه اليوم قصيره شوي، رح نضطر نسلم الهواء، ولكن بالوقت اللي عنا اياه رح يكون في مواضيع عديده. رح نحكي اكيد من بعد اب تو ديت، من بعد الجوله على كل الاخبار الجديده اللي صارت. رح يكون في عنا مقابله مع البير روبرت داكاش، رح نحكي عن احتفالات بمناسبه عيد دي ساريتا، رح نحكي عن السينما، نعطي افلام جديده وتوب 10 هوبفلي، بالاضافه لاتيكيت مع نادين. مع نادين بعد شوي، وعندنا فاميلي موضوع مهضوم كثير اليوم البير، بهم كثير الشباب والعيال، وهو اي ويست، او كيف منجرب نعرب شوي النفايات تحديدا الالكترونيه منها كمان. عظيم. رح منشوفها اليوم، ومننتقل انا وياك بعد شوي الى اب تو ديت. ومثل العادي منبلش نهارنا بتقرير اليوم من تحضير زميلي منى جلوان. شو احلى شيء بفصل الربيع؟ خلينا نشوف شو جاوبوا المواطنين. الضيعه حلوه، خبر على طول، ناسها كثير طيبين، ومشان مركزها هوني قريب للبحر، طقسها حلو، كل ارضها بشجره سنديان، هذا السنديان بيعمل صحه جيده. كيف ما برامتي ولا الضيعه بتلاقي مناظر خلابه من دير النوري، مار الياس، مار جريس، سيده الحرشيه، وقريبة على بيروت، بدك ثلاث ربع الساعة تتوصلي على بيروت، وعلى طرابلس ثلث ساعة، يعني منطقة هاد وساحلية ما فيها بالشتي، ما فيها سقعة كتير، وبالصيف يعني فيها مباردة كمان. المشكلة عندنا مشكلة أساسية هي الشركات والانبعاثات حوالينا، إذا منشكها والله منصل عطا. البحر عندنا صاير مثل الصحراء،
يعني لا في سمك بقى، ما في شيء خير من مخروب المنطقة. والشغلة الثانية كمان هي المصالح، المصالح مثل هي البحر، لا في وزارة بيئة، لا في وزارة الزراعة، ما في حدا بيحكي، ما حدا بيسأل. حماتي بقلبي حماتي أحملها بين الخلجات، زيتونا أحمل أم عنبا، تينا أم زهر اللوزات، يا طيب العيش وموعدنا يتلألأ تحت النجمات. ومن مناطق لبنان إلى استوديو، إلى استوديو بالنقاش بي أب تو ديت. شو وصلنا على روما الأخوان؟ بس قبل ما يوصلوا على روما بدنا هيك نعلق على شغلة صارت مبارح كانت بتخوف بالفعل، عن البحيرة يلي انفجرت بالعقورة. من لون قلبنا معكم أكيد، وتحديدا مع المزارعين، وينتبهوا يعني كانوا محذرين من أنه ما ينعمل بحيرات بها المنطقة لأنه منه ثابت التراب، وبرضو صار، وبرضو صارت هالفاجعة يلي مش أول مرة بتصير. فقلبنا معكم إن شاء الله قد ما فيكم تقدروا ترجعوا تقلعوا بالموسم. يعني للأسف داعش إيه بصير. يعني هالسنة بين الطقس يلي خلى الورد على الشجر يعني ما يعني ضربوا أكتريتهم، في كتير ناس ما رح تقدر يعني تطلع فواكه من بعض أنواع الأشجار، كان بعد ناقص المزارعين هالشغلة. وداعش داعش اللي وصل على إيطاليا وتحديداً على روما، وتهديدات كتير كتير كبيرة تحديداً بالفاتيكان، بما أنه مركز المسيحية عفواً انتشرت صور بمختلف أنحاء أوروبا بتبين قدي أنه ناويين على الشر بداعش، وبيقولوا أنه عم بيتموا رصد وتحديد الهدف بانتظار ساعة الصفر. كاتدرائية ميلانو كمان ومعرض حدا عم بيكون في أماكن أو سيارات للشرطة موجودة، حطوها كمان بالصور وكأنه عم بيهددوها تحديداً المركز الكاثوليكي الروماني. وانتشرت أو نشرت مجموعات داعش صورة لراية سوداء عم بتحلق فوق ساحة القديس بطرس، تهديدات مباشرة وكأنه ناطرين ساعة الصفر، ما بنعرف أي متى تجي الضربة. راح انتقل بدون تعليق على الخبرية الثانية عن حادثة غريبة صارت بمركز المعاينة الميكانيكية بالتزامن أكيد مع بدء التشدد بتطبيق قانون السير الجديد. قصد أحد المواطنين مركز معاينة ميكانيكية بالحدث لإجراء معاينة لسيارته، إلا أنه بدلا عن ذلك لقى حاله بسيارة وجهتها محطمة كليا. فبعد ما تسلم موظفين لمركز سيارة المواطن ودخلوا إلى أحد العنابر لاختبارها ومعاينتها، تعرضت السيارة لعطل مفاجئ بدواسة ما أدى إلى فقدان التحكم فيها واصطدامها بإحدى الآلات الموجودة بالمركز فحطمتها، بالإضافة إلى تحطم جزء لكان من الواجهة الأمامية. إشارة إلى أن إدارة المركز قامت باستئجار سيارة بدل عن يلي تعرضت للحادث ليستخدمها إلى حين يصلحوا له سيارته. سقطت بالفحص، كانت ناجحة على الحفة وإذ الحمد لله على السلامة. خبر حزين للأسف، وحادث جديد من حوادث السيارة اللي عم يحصد شباب من شباب لبنان هالمرة. ونهار التنين على 7 عشية كان دور الصبية الشابة أنجي رفيق شميس الحمراء بنت 18 سنة يلي وقعت ضحية حادث سير مروع من بعد اصطدامها بسيارة شحن، وهيدا الشيء كان على طريق الحصباني. انجرحت رفيقتها تمارا وهاب يلي نقلت لمستشفى صيدا وحالتها بعدها مستقرة. أنجي بنت مدللة ربيت مع شقيقة جواد وكانت عم تتحضر لتقديم الامتحانات الرسمية، تلميذة بمدرسة الكفار الرسمية، والكل بيعرفوها قديش عفوية من ضحكتها بهالصورة مبين مقربة للجميع. وتمت مراسم التشييع يوم 3:01 بعد الظهر. يعني ما بنعرف بقى شو بدنا نقول. عود بسلامتها. حادثة كمان نحكى فيها كتير على قنوات التواصل الاجتماعي عن الشرطي اللي عم بيعتدي على سائق بالروشة. فإذا يعني تابع وزير الداخلية والبلديات أنه هذا المشنوق حادثة التعرض من أحد العسكريين لمواطن أثناء إيادته سيارة مع عائلته بمنطقة الروشة، هيدا كانت من كم يوم، إذ شتم الشرطي وأهان المواطن، فاتخذ المشنوق الإجراءات المسلكية اللازمة بحق الشرطي ورتيب التحقيق.
واتصل بالمواطن من الخارج وأطلعوا على نتيجة التحقيق وقدم له اعتذاراته، وقد رفض المواطن يتقدم بأي شكوى بس أنه خلص ما رح يعمل شيء بقى. كانت جريدة اللواء نشرت حادثة تعرض شرطة السير بالضرب لأحد السائقين بينما كان السائق بسيارته، وكان زوجته حتى حده عم بتحاول تدافع عنه وعم تقول له للشرطة أنه روق شوية طول بالك، ما كان عم يمشي الحال. حتى في شرطة تانية جرب كمان يوقفوا للمعتدي و هيدا الحق على الشوب. تعرفي الشوب ايه في يكون سبب لواحد يعني اللي يكون ضايق خلقه بيزيد، ولكن الاساس شو المشكله ما اكيد الكونديسيون فيزيك دائما بتاثر على نفسيتنا على اعصابنا وانفعالاتنا. بس كمان بدنا نروق اغتصبوها غابت عن الوعي او كانت كوما لمده 42 سنه، وتوفيت هالارونا شامبوغ اللي هي كانت ممرضه بمستشفى بالهند أكيد المعروفة بالاغتصابات. اغتصبها عامل بها المستشفى سنة 1973، حاول أنه يخنقها ففاتت بحالة غيبوبة، وقالت المشرفة بهالمستشفى بأنه حالة شامبوغ شخصت بأنها التهاب رئوي وحطوها أكيد على المكانات. صار في جدل حول منوقف المكانات ولا ما منوقف المكانات، وصار في جدل بأكيد بموضوع القتل الرحيم، ولكن من بعدها اضطروا أنه يوقفوا للأنبوب وتوفيت من بعد غيبوبة دامت لأكثر من أربع. لكن موت طبيعية بين هيلين بعد 42 سنة من الكومة من وراء حادثة مريعة، وعم تقولي أنه الهند صارت معروفة بهالشي، يعني عيب عن جد الأخبار اللي بتوصل من هالبلد اللي فيه سقف روعة ما يوصلوا لنا غير هالأخبار البشعة عن يعني كثرة الاغتصابات اللي عم بتصير. صورة اليوم مشاهدينا مأخوذة لمجمع رئيس فؤاد شهاب بجونيا ليلا، نشرها موقعنا عبر هاشتاج Good Morning وهاشتاج لبنان. سينا حالنا ببرشا أكيد السيجمنتس اللي ممكن تشاركونا فيهم مشاهدينا مكملين، كوكينج نهار السبت وميك أوفر مع ريتا لمع نهار التنين، ومننتقل للكوت أوف ذا داي. يس يلي بيطلع لورا بيتفركش هولي من المقولات اللي عم ناخدها طلعوا لقدام يا جماعة من حكي لبناني دوت كوم. سريعا ولا سيدات أنواع من الرجال حذري من خيانتهم لقلي، كيف فينا نقدر نحذرهم؟ الرجل المتحرر من سلطة والدته مع أنه نحن منفكر أنه هيدا شيء منيح، إنما هالشي بيعني أنه ممكن ما يكون وفي لشريكته. الرجل الغامض بيجرب دايما إخفاء الكثير من الأمور عن زوجته، أكيد بيكون في إشياء شخصية عم يخفيها. الرجل اللي بيبالغ كتير بحبه وبالتعبير عن حبه، انتبهي من الزهور على زوجك. الرجل يلي بينسى كتير بينسى تفاصيل عائلته وشريكته، هيدا الشيء بيعني انه هو مشغول بشيء تاني. الرجل المسيطر، الرجل اللي بفضل العلاقة السرية حتى مع شريكته قبل ما يتزوجوا، هيدا فيل عاطل. الطقس كيف سريعا ألبير؟ قبل ما نحكي عن الطقس مثل ما شايفين شوب شوب، خلينا ننتقل لأوتو فوكس. نحن بنرجع بنلاقيكم من بعد الوقفه.